البشر متلونين يظلم ومتنكر بدين يمشي بصف الطيبين وما لمس كف الحلال بعض البشر متلونين يظلم ومتنكر بدين يمشي بصف الطيبين وما لمس كف الحلال عليم والله بس العليم كم نحتمل كم نحتمل كم نحتمل لأجل الحنان مفاجأة صح على فكرة ثقتك الزايدة هذه بتذكرني بالتمساح الصغير اللي هو أنا أيام الطفولة تمزح تمساح؟ أمزح لا أمزح ولا كنص صدق الله العظيم بتضحكني قوي يبلغك السلام فوزي وعم الشبح قالوا لي خذ روحك وانا حرام ما يعجبني شكتل حد الا لو بو زلط ديت زلط هات 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 رجع هيا اقتله شبح الوحش وصل من وين الوحش؟ هذا اللي اتفقنا معه على قتل الايسر اهلا ومرحبا يا الله يا حي الله الوحش فوزي لا مرحبا حياك يا وحش ما شاء الله تفضل اهلا حياك يا وحش هذا عمك ايوه هذا شبح ما شاء الله تفضل تفضل يا وحش ما معك هو معنا شاب ومعنا حشيش معنا هيروين مخدرات الذي في نفسك شابع قد عشيت ها وحش كيف الأمور؟ بشر أمور بيضاء قلت لك يا شباب قلت لك معي رجال رجال ما يرحموش صوت مبين أنه قاتل بس أي شيء ثبت لي أنك قتلته من حقك تكون حذر ومن حقك يكون ذكي وما يا فوزي تفضل والله وصفي لك الجو يا فهد أوعدك يا به إني بخليك تندم على كل لحظة هنتني فيها ومسحت بكرامتي قبل أيسر الكلب فوزي عجلس مطنن خيرات خلي برد قلبي مش انا ثلاجة شبح شبح الرجال شي حسابه انت عارف يا فوزي عمك فهد كلمته شيك الله المستعان وانا واثق والله الله حياته أمور 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 يعجبني الوفاء يعجبني الوفاء من حقي كمان أقع حذر مثلك حقك يا وعش وأنا زي ما قلت لك الشبح كلمتك كلمة لا قال كلمة قالها أمور بيضاء طابت كرمت وسلمت أزيدك مكافأة فوقك أنت الكريم وحنا نستاهل سيارة أيسر حلال عليك بس تغير شكلها من اليوم لا أعرفك ولا أنت تعرفني
منو هذا فوزي وفهد أول مرة بين أسمعهم. أيوة تعجبني يا وحش. تعلم تعلم يا فوزي. قفل الشنطة. سلام سلام يا فوزي سلام. الله يسلمك يا وحش. المهم أي أعمال خيرية أنا موجود. الله المستعان. أبشر بعد. صابر. أبشر. بس زي ما قال لك يا شبعة لا من جاء ولا من دري. سأزعل. مع السلامة يا وحش. من أنا ولا من أنا؟ من المشتايت. تفضل. الله وطلع وحش من زد. أنا قلت لك يا شبعة أنا ما أتي رجال إلا وأنا واثق. بس باقي يا شبح باقي نصيبي. ايش نصيبي؟ ما سمعت. نصيبي في العملية يا شبح. مالك ما عاد تسمعش. والله يا فوزي قلت بتكلم على نصيبك وحركات. ما انت عايش معي يا فوزي واللي بتطلبه بين الدي تشتي نفتح دفاتر الحسابات ويكون بيننا حسابات بشر. ما لك يا شبح لا صدقك انا غير بنمزح معك. احنا اخوه وشي واعد الله المستعان. ما رايك يا شبح تبدا تجارتك الخاصه بعد عن ابوك والزباين علي ولا يهمك. وهذا الذي بيصير يا فوزي. بس كل شيء في وقته حلو. خلينا نشوف ردة فعل ابي على موت ايسر واختفاء المخدرات. بعدك يا شبح. مسائك انا يا عمري انا. وحشتني. عندي وحشيني والله. شكلك رايق اليوم على الاخر. اكيد كيف نسمع صوتك ما كنتش رايق. بس أنا الآن مشغول يا حبيبي بالعمل ممكن نتواصل بعدين. بكرة بنتقابل بالجامعة؟ طيب. شبح شبح أمانة تقول شرخ أخضر ولا يابس. هلا شكل السيد يدد يا شبح. ايه باقي لها شوية وتخمد نشوف غيرها. أيوة وأكيد عدتي لي رقم أمامه. أنا قصدي لا هم يشتوا غاز ولا يشتوا وايت ما يبغى صلهم يعني. أنت عارف يا فوزي عمك فهد ما يخليش بعده ولا أي أثر. بيني وبينك يا شباب أنا قلت بين أسلي نفسي برجع مع شوية أحيان تصبر أحيان تخرب. بعدها يا شباب مرة وقفت عند واحد شيبة والله إنه سقدف لي أسابيع جد. الله يسامحه. قم قم غير فهد. لا عمر يا شباب. سميرة سميرة أما خلصتي مذاكرة؟ خلصت. تعالي ساعديني باغي مصر. طيب حاضر. أوي ما يا الله. اجلس حبيبي. صفاء صفاء بسرعة بسرعة عدي لحق السيارة قد الخرمة للنقر. مالك عدو معك الظهر 5000 حق السيجارة والقات؟ هذاك بالظهر يا صفاء، نحن الآن ليل. يعني أنا ملزومة أعطي لك بكل الأوقات فلوس؟ مالك؟ ما فيش معي إلا مصروف بكرة. بكرة ربي يفرجه. حياتي اقطبي أروح ألعب ضمنه. يعني تعرف تروح تلعب ضمنه؟ ما تعرفش تروح تجيب لي شغال بناتك ومصروف؟ مليون مرة أقول لك ما تكلمش على حاجة اسمها شغال ومصروف. أبو خذ هذه الألف. فين جبتي ذا الألف؟ مصروف الجامعة. يعني ما ناقص تشقي علي إلا أنتِ. يعني انت ما تبطلش تمددك على البنات؟ انتي وانا حرفي به اسلق جده. ايش دخلك انتي؟ اسمعي يا ولدي كتر الدلع بيخرب النسوان. اح يا قهر قلبي اح. اخوك معه اربعه في عيون العدو اربعه جهال.
شتي فلوس بس؟ ها هذه الفلوس، شيل الفلوس مشيش عاد معي ولا ريال. يلا هرب. الله لا يردك إلا بكفنك إن شاء الله ويحرقك يا رب. ها طيه. اهلا اهلا بنذير الشؤم. متى خرجت من السج؟ خرجت بعد نثراتك، بعد ما نثرتها في الحارة وجمعتها بنا. شوف هذا الأيام تعمل خير تلقى شر. الخير في قول الخير، مش في نقل المصيبة على طول تقول المصايب. أحمد شي ما جابك هذا الساعة؟ أنا قصدي إنك في السجن، قلت نشوف أهلك وعيالك لهم يحتاجوا حاجة ولا شيء. هكذا رجال طيبت نفسي. وعاد أنا عاد أطيب أكثر. ها. شوف لي لو معك حكا كذا أروح. الحين أنا ما بعلبك. ما فعلك؟ حكى الكريم يعني عشاء لعذبه ماشي خلاص. بعدين؟ وبعدين شاهي. وبعدين تقول لي أنا معي التاسع جاي في الطريق صح؟ وشوية تتعذر لي وأنا معي حاجات وش اشتري حليب وش اشتري لهم. هي تعال 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 بعدي اطلع. ها 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 نتعشاها أنا على الحاصل. الحاصل يكفي. مش ضروري تبي زي المطعم وتدي لحم صغار وتدي كبدة وتخسر نفسك. أنا ما أخسر أحد. لا الله المستعان. أنت صاحبي وصاحب واجب وأنا لازم أوقف معك. هيا تعال. ضروري. تعال. هذا الكريم ابن الكريم الذي عرفته. والله أنك الطيب الذي عرفته من زمان. هذا غياث الذي عرفته. هذا صح. الله يبارك فيك. الله يسعدك. الطيب يعرف. الطيب يعرف لا مسافة. ما تقدرش تسكت؟ لا لا أنا أقول لك أن الطيب يعني ما فيش حاجة. الطيب والغرب والتفسيرات لهذا الموضوع. أولاً اعتبار شيء البنقاء هذا شيء العب الذي يمسح مربعات سكنية وبنايات ومساكن لمواطنين فلسطينيين. والله قهر الحين ما فيش حل الذي يحدث في فلسطين هذا. الحل موجود بس البعض يهرب منه، لكن الله موجود وهو عدل بينصرهم إن شاء الله. معقول يا أم حزام غيث ضربهم وحده؟ ربما وحده كنا نلعب سوا وبعدين تفلسف وشفتوا عليهم محوشين الناس وانا قفزتوا ساعدتونا. ها والطين يلعب يا رجال غيث تعلم له حركتين اكشن سوى نفسه مدري ايش وشاف نفسه على خلق الله. ها العب بس طول عمرك وانت تحسد غيث. عجبك قلع تستاهل العب يا حاج. ايوه 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 اي يرحم والدي. الله يجعل لك في كل طريق ربي. أو تجلس بس بدون ما تهزوز. أيوه أيوه. عندك 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 عين كحة. ها ها. عندك عندك عندك. نعم. عندك عين كحة هذا من فوق داعي أصلحه. أمشي 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 كويس. صلحته. أيوه كن. ها. ياو شغلتني مالك. أمانك أنا مستحي منك. إحنا ستينا على عشاء. ما ستينا سرت السلف علشان هذا بكله. أخي من أبي وأمي ما قد عمل هذا ولا قد عمل هكذا. مرة تتسلف تدي قيمة السيكل لي حق ابنك، ومرة ثانية صرت تتسلف الفلوس وصرت تقضى. قد أنا مستحي أين تدي وجهي من وجهك. والله العظيم صدقني حملتني الثقي. الله المستعان. إيش من ثقي مالك؟ كيف إيش من ثقي؟ كيف إيش من ثقي؟ ما عاد أستريش أوفيك أبدا. جمايلك كثرت. ما فيش بيننا جمايل. أنت تستاهل كل خير. أنا داري لكن تشي مني الصوت. الآن لو تطلب الروح روحي فدك. تمام يعني من قبل ما هو من قبل ال هي راي كل كرتو كل كرتو من قبل الروح والقلب والحين القلب والروح يعني ضروري انت بعد نثري يا خالد. خلاص انا اتك اتك تحمل والديك يعني ما تقدر تساعدني هكذا بغير ما تتعبني يا اخي. انا قلت لك امسك سوي. خالد خالد خلاص امسك سوي. ايوه ايوه خلاص بدي اهداء. ايوه ايوه ما تحاكش تخليني اركز في الطريق. الله يصلح بصائرك. الله يدي رزقك يا اخي. اهدى بس اهدى خليني اركز. من وجه الفارح الفرحان. شتي تقنعني اني شخص واحد عمل فيكم هذا كله؟ ايوه. فين كان مسدسك يا دجاجه؟ ليش ما قتلته؟ مسدسي فلت علي وقت المضرابه. انتم مش رجال. فوزي
هم على هذا الشنب اللي فوقك. عمر يا شبح، اجمع لي كل الرجال وبروح بنفسي اشوف من الكلب الذي تجرأ ومد يده على رجالي. ابشر. ايش اسمه؟ اسمه غياث. هل الحرس عدو؟ بس ما الاسم اسمي شنب. تعال معي للحارة وتعلم كيف شحرق الحارة بمن فيها. شبح، معك خطة جاهزة ولا جهز خطة على السريع؟ ما بش أي خطة. الطارف غريم، أي واحد تحصله في الحارة اضربه. هي هذا الخطة مستعجلة. فوزي لا تضبحش بي يلا قدامي. يلا ارجع يلا. الله لا جل على الكريم، الله يعطيكم الخير الدنيا والآخرة. فرحت جهالي، الله يفرحك في الجنة. لو كنت جيت الطريقة الثانية أقرب، أقرب من هذا، أقرب 100%. يا أخي ليش ما تسكت؟ ليش ما تسكت؟ بتطلب في جولة ولا ما هو؟ بندعي لك، فرحت الجهال أول مرة عيفرحوا، والله إني أول مرة. مالك؟ ها ها، جاي، أتفك؟ البترو؟ يا أخي اسكت اسكت، ربشت الشهداء. مالك؟ أنا وصلت لهنا وطفت، اتصلت عليك. ما اصبر يا خالد، إيه قلنا؟ أنا عاد جاي. أنت راعي جي. بس راعي. كيف راعي؟ البيت 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 عاد شوية. يا شوية شوية. يا أخي راعي يا الله، والهرم فيك راعي. ساير لك راعي لمن؟ راعي لي. اصبر. الله يفرحك بالجنة مثل ما فرحت. هي وصل المقاضي قوة، الله يرحم أبوك. اهدأ. مين؟ أيوة أنا غياث، هذا بيت هشام. أيوة بس مش موجود. أنا عارف إنه مش موجود، أنا صاحبه، ممكن تفتحيها بنتي؟ معي رسالة من أبوش. كيف حالك يا بطلة؟ الحمد لله. حاجات رسلها أبوش. محمد وصل مقاضي. أت مالك؟ أت ما عاد، خليني في حضني. خليني والله ما بش أتعب. أي حاجة خالد، هات أسألك بالله لا تعبك. اسمع يو سكي سكي وثقلي يا نمر. هات هذا وهذا ماسك كل شيء. هات هات هذا. ارجع فاهمك، نشف هذا فاهم. سكي قم انزل انزل انزل. طيب طيب راحت الحالة. من هذا المن وشو لي؟ امسكوا. هذا الحاجات رسل هنا ابوش وقال اسلم عليكم ومشتاق لكم جدا. الله يجزيك خير يا اخي، يعلم الله ان احنا نمنا بلا اكل. والله يسترك ويستر عرضك زي ما سترتني أنا وبناتي. احنا ما نطلب الحاجة إلا من الله. ورب استجب دعاكم. ادي لي قلم. هذا رقم تلفوني، إذا احتجتوا أي حاجة اتصلوا لي على طول. يلا غلق الباب سوا. وليحن عزيز صغرت تدي له معدات. ما في اللي يبتحينا إلا به. إذا اهتميت ودورت اسمع ابني، لو جرى له حاجة عادت فينك جنبه. طيب أنا إيش أسوي؟ أنا فحصت أكثر من 30 طفل، ما لقيت ولا طفل مطابق مع ابنك. هذا الأمر مش بالبساطة الذي أنت تعتقدين. حتى لو لقيت الطفل متبرع لازم نرسل فحوصات الطفلين للخارج وننتظر الرد، وضروري ان المتبرع يكون من العائله او من الاقارب. هذه بسيطه، مين من يدبرها؟ وعاد بالنقطه المهمه. ما هي؟ لازم يكون الطفل المتبرع ميت سريريا. ما لقيناش طفل صاحي عاد احنا على القى ميت سريريا. هذه سهله. انا اعرف دكتور هانك ممكن يقضي على الولد ويموت سريريا. بس هذا بيكلفك كثير. هذه مستعد ادي له الذي يشتي. أهم شي ابني
اكتب ودبر لنا ولد مطابق، والموضوع هذا يبقى سر بيننا العمر. ماشي الله شلك. اكيد اكيد، لانه هذا الموضوع لو خرج لغيرنا بطير فيها رؤوس. هتوحشني يا قطعة من روحي. غياث وجمال في طير عندنا. عندك العافية. تشتي مني يا صدق؟ الموقف الذي عملته اليوم مع أسرة الأستاذ هشام أثر فيني وما أنساه طول السنين. أنت تعمل بصمت وإحنا نتعلم منك، وأفتخر إنك صديقي. الله المستعان، ما بشي. الموضوع عادي، بس أنت حزز زيادة. أنا نفسي أقدم منهم أي شيء وأساعدتهم بأي شيء، بس ما في اليد حيلة، وأنت داري. إن شاء الله تحسن الأمور، ومن بكرة أنا بداوم في برج فيه مكاتب وفيه شركة، وإذا تحسنت الأمور إن شاء الله يكون خير، بس تدعي لي. ما شاء الله، تحقق حلمك أخيرا. الحمد والشكر لله. طبعا طيب وبالناس سهل كل خير. الله يخليك. المهم أشي أقول لك، أي حاجة أنت أمر أمر، ورقبتي قبل رقبتك. أنا واثق يا خالد، وليش قالوا صاحب؟ إلا الصاحب يوقف مع صاحبه وقت الضيق وقت المشاكل. أحسن يا غياث، لا تقيش الحارة. ليش؟ في ثنتين سيارة مسلحين يقوا يدوروا بعدك. مال وشكك تلب؟ إيش في؟ هذا قال لك بمسلحين في الحارة بيدوروا بعدي. اطلع اطلع. أين أطلع؟ اطلع نسلم بسر نتصرف معاهم. اطلع. انا معي زوجتي، بين الحياه والموت. بين الحياه والموت فجاه؟ انها بس قدو مرض، والمرض هو ضروري ما نعمل. بين اقول لك ما مناكش. لا لا، بس المرض قدو الطارف يعني. عضى صاحبي ووقف معاك ورقبتي قبل رقبتك. قلت لك ذلك في المرض. خلاص خلاص هنجعني، اسكت بس. عاد ما يقول مرض صاحبي مع صاحبه. لا المرض يعني مرض. جاي مرض يعني. ما حدش راضي يعترف بمكانهم ولا كيف؟ شباب! ها شباب! شوفوا شغلكم.
هذا درس بسيط لمن يتجرأ ويمد يده على واحد من رجاله. وبلغوا غياث لو يتخبى خلف الشمس ما جيله. شباب يلا. وينه؟ اسمعوا، اول ما يجي سالم ضروري يبلغ الشرطه، لانه المتضرر الاول. عاد البلاد فيها قانون يحميها. ولما يسالوا عن السبب ايش تقولوا لهم؟ كنتم مسترين على واحد يبيع مخدرات ويشتغل مع عصابه، بعدين تدخلوا في سين وجيم. ايش عملوا الكلاب هؤلاء؟ كله بسبب المدبر جمال. وين راحوا؟ غياث يكفي مشاكل، لما يجي ابي نكلمه ويتصرف معاهم. والله ما يهدى لي بال الا لما اخليهم يجوا يدفعوا لكم كل الخسائر، وعهد الله علي. وبعدين العم سالم ما بيزعلش، هو انسان حقاني وما يرضاش بالظلم ابدا. من شايف نفسك انت؟ لو ما كنتش عملت عليهم بطوله ما كانوا اجوا ضربوا الناس ذيلا، وانت هارب متخبي منهم. ايش وقت الكلام هذا؟ من امشي يا حسام اكا قزعوا. انا شلف عليهم من هنا.